طب كابتن علي، يمكن انت في بعض الاحصائيات انا شايفك كنت بتجيبيها بالتليفون، قولي لنا كده الاحصائيات اللي توفرت معاكي. طبعا لان هو الجهاز بياخد وقت عقبال ما بيتم استخراجها من السوفت وير ويبتدي يحطها في جداول نقدر نقراها، فلو معاكي احصائيات يبقى ريت نعرفها. هي كايلا المحترفه حاطه 38 بوينتس النهارده، وسرايا 24. تمام، يعني 38 و24 يبقى 42، بنتكلم في 62 نقطة. اثنين لاعبات حاطينه من مجمل 77. بس اقول لك على حاجة، زمان انا فرحان بأدائهم جدا الحقيقة، ولكن برضو انا قلقان، يعني برضو خليك، يعني احنا بنتكلم كل النواحي الفنية وطبعا وكل شيء، حاجة مكسب مفرح، واللاعبات دول يعني حاجات ممتازة جدا جدا، ودي ملخص الحقيقه يعني الفريق العمل جاهزه لكايلا لكايلا، بس يعني النقط اللي حطيتها كايلا فطبعا بشكركم عليها الحقيقه. لما اثنين لعيبه يحطوا 62 نقطه دي برده يعني انا خاف ممكن في وقت من الاوقات تتعطل الماكينات دي عندي، فيبقى عندي مشكله. شايفه دي ممكن تحصل ولا عندنا بدائل؟ لا هي ان شاء الله ما تحصلش، وال 77 دول يزيدوا ان شاء الله بمشاركه الاربع اصابات اللي عندنا. الاول انا احب اقول مبروك للفريق كله طبعا، ولل 11 راجل اللي كانوا النهارده في الملعب طبعاً اللي قدروا بصراحه يشيلوا. يعني طبعا دينا عمر الف سلامه، ان شاء الله ترجع بسرعه ان شاء الله مع الاربعه التانيين. احنا بنتكلم في خمس لعيبه من 12 بالظبط، في سبعه واحنا بنلعب معانا رضوى شاركت النهارده من 18 سنه برضو، يعتبر دي حاجه كويسه جدا طبعاً ليها بالظبط. فبقيه اللعيبه ال 10 لعيبه اللي فاضلين دول من قوام فرقه الدرجه الاولى دول يشكروا جدا ان هم قدروا ان هم ما يحسسوناش ان في غيابات موجوده والغيابات قاعده بتزيد. فأنا من كلامك ان احنا ما عندناش ازمه ان مثلا اثنين لعيبه يحطوا 75%؟ لا مفيش ازمه، مع رجوع ان شاء الله الناس بتوعنا السكور هيتوزع بشكل لا ممكن.